تعليم طفلك كيف يعبر الطريق هو أهم درس يتعلمه في حياته. مئات الآلاف من الأطفال يصابون أو يموتون بسبب السيارات أثناء المشي أو عبور الطريق. السائقون يمشون بسرعة كبيرة فلا يرون الأطفال، وفي بعض الأحيان لا يوجد مكان لعبور المارة. لهذا من الهام أن تكون حذر للغاية. يحتاج الطفل إلى أكثر من سنة حتى يفهم كيف يعمل المرور. مساعدتك له وتقديم المثل الجيد قد ينقذ حياته. قبل سن التاسعة يجد الطفل صعوبة في تقدير سرعة السيارات أو مسافتهم. لهذا من الهام جدا أن تراقبه وتعلمه كيف يتعامل عندما يكون بجانب الطريق. أمسك دائما بيده عند المشي على جانبي الطريق. امشي في الاتجاه المواجه للسيارات. أبقى الطفل قريبا منك على ناحية الرصيف. إذا كانت يدك مشغولة اطلب منه أن يمسك بحمالة الكيس أو بملابسك. عندما تعبر الطريق تذكر الأربع خطوات الآتية: جد مكان للعبور، قف عند حافة الطريق، راقب وانصت، اعبر سريعا. والآن لنتحدث عن كل خطوة. جد مكانا لتعبر الطريق. كيف تجد مكان مناسب لتعبر؟ استخدم دائما ممر مشاة عندما تجد واحدا. في حالة عدم وجود ممر مشاة، اعبر من مكان تستطيع ان ترى فيه الطريق بوضوح ويراك فيه السائقين. وجود سيارة مركونة، زرع، شجرة، عمود، انعواك في الطريق، هضبة، يحجب عنك الرؤية أو يمنع الآخرين من رؤيتك. عندما لا أرى جيدا الطريق أبحث عن مكان أفضل للعبور. أقوم بالعبور فقط عندما أجد مكان يمكنني فيه أن أرى السيارات بوضوح من الجانبين ويمكنهم أن يروني. التوقف على حافة الطريق. توقف دائما على حافة الطريق قبل العبور. هنا يمكنك رؤية السيارات القادمة. إذا كنت بجانب سيارة متوقفة يجب أن تتأكد من أنها لن تتحرك. ثم تراقب حركة المرور. قبل أن أعبر أقف على حافة الطريق. راقب وانصت. قبل المرور علم طفلك أن ينظر إلى الشمال ثم إلى اليمين ثم إلى الشمال مرة أخرى حتى يتأكد من عدم وجود سيارات. ننظر أولا إلى الشمال لأن هذا هو اتجاه السيارات، ثم إلى اليمين لنرى السيارات القادمة في الاتجاه المعاكس، ثم إلى الشمال للتأكد من عدم وجود سيارات مسرعة. أنصت وعلم طفلك التعرف على صوت محرك سيارة تقترب. قبل المرور انظر إلى الشمال ثم إلى اليمين ثم إلى الشمال مرة أخرى وأنصت. أعبر بسرعة. أعبر الطريق المقابل لك فهو الأقصر. امشي مسرعا ولكن لا تجري. وأنت تعبر انصت جيدا وراقب الطريق. احرص على أن تكون مرئي من السيارات. أنا أعبر سريعاً ولكن لا أجري، وأراقب جيداً الطريق على يميني وشمالي. الطرق تكون أكثر خطورة عندما تكون مظلمة أو تمطر. في هذه الحالات حاول أن تتجنب عبور الشارع لأنك تكون غير مرئي للسيارات. أما إذا اضطررت للمرور كن أكثر حذراً ولا تتردد في ارتداء ملابس فاتحة اللون أو حتى عاكسة للنور. الآن أنت تعلم خطوات المرور الأربعة. أولاً، جد مكاناً للعبور. ثانياً، قف على حافة الطريق. ثالثاً، راقب وأنصت. رابعاً، عبر سريعاً.